بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتم غلق باب التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2022-2023. النهاردة كمان هيختتم الموسيقار الكبير عمر خيرت فعاليات الدورة 30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وهيقدم طبعا مجموعة من إبداعاته الشهيرة على مسرح محكى القلعة. كمان النهارده هيكون في مؤتمر صحفي للمدير الفني للمنتخب الوطني. خلينا نشوف كل هذه التفاصيل من خلال التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم الكلام. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم غلق باب التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2022-2023، واللي انطلقت مع بداية شهر أغسطس ولحد النهاردة. النهاردة هيختتم الموسيقار الكبير عمر خيرت فعاليات الدورة 30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، واللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية، وهيقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح المحكة مجموعة من إبداعاته الشهيرة من المقطوعات الموسيقية اللي بيعشقها جمهوره، ومن بينها هي دي الحياة وفي هويد الليل وفيها حاجة حلوة. النهاردة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني هيعقد مؤتمر صحفي الساعة 1 الظهر بمقر اتحاد الكرة للكشف عن تفاصيل معسكر سبتمبر. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 5 من عمر المسابقة. هيلتقي بورنموث مع وولفرهامبتون الساعة 8:30، وفي نفس التوقيت هيلتقي مانشستر سيتي مع نوتنغهام فورست، وأرسنال مع أستون فيلا، والساعة 9:15 هيلتقي ويست هام مع توتنهام، ومباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد هتكون الساعة 9 بالليل.